طبعا الحب حصون الصانع مسويه طقم فرش. طبعا ما داعي اتكلم عن الكواليتي. شوفوا المسكه، الشعر، الجوده، اختيارها حق قصه كل فرشه ونوعيه الشعر شيء جبار، يعني مبين ان هي تعبانه على المجموعه بضمير. واكثر شيء حبيته وونسني سالفه انه اللي هو هذه تساعد على ان تحافظ على شكل الشعر مال الفرشه، يعني لما تغسلين الفرشه تحطينه يحافظ على شكل الفرشه عشان ما يخترب، ما ينفش، ما يخترب، ما يطيح. صبايا وصلوني البرشز تبعون حصه الصانع، صاروا موجودين في بوتيكي. هلا راح اصور لكم اياهم بس بالضبط الكولكشن العظيمه، ملمسهم مش طبيعي. مبدئيا انا كثير متحمس اني ابلش استخدمهم، وجهتيهم ايلاينر برش بتموت، هستعملها كثير. اي ثينك مبروك يا استاذه حصه، كثير حلوين كثير حلوين. جول بنات شوفوا هاي الفرشة تجنن، مالت حصة الصالة في نفس الست حق دمج الكونتور. استعملت فرش حصة صانع، هذه حطيت فيها الفونديشن، وهذه استعملتها حق اللوس باودر، وهذه حق البلاشر، والصغار هذي اللي حطيتهم حق الاي شادو. وايد راح تحبونهم بنات، ان شاء الله فرشها تعقد. قلت لا تحصها صراحة صدق حلوين، اللي عندها دورة ميك اب، اللي تبي تسافر، تبي ست مع، يعني هذا الست اللي مسويته حصة يكفيك عن اي فرش ثانية. ما اعطتكم كل فرشة حقها وشنو تحتاجون منها، فانصحكم وسعرها جدا مناسب. ان المجموعة فيها حق الوجه وحق العين مع بعض، تخيلوا، وسعرها خيال. وهم حق الشادو، بعدين عندكم هذه هم من اللي هو شعر طبيعي حصان اظنتي، هم حق الشادو، هذه حلوة يعني حق مكياج العين. بنات هذيلا يكفونك، ما تحتاجين اي فرشة زايدة. الحين اني حق فرش الوجه، شلون حلوين. شوفوا هذه حلوة حق الكونتور، انا احبها نفس باتكس. اول ما تفتشون العلبة تشمون شوي، راح تشمون ريحة باتكس، بس من تخلونها كذي مبطلة تهون الفرش اول يوم تغسلونهم خلاص تختفي الريحة.